يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم الأربعاء 14 أيلول 2016، نهار موفق بتمنى لكل واحد منكم شو ما كانت مشاريعكم. اليوم بيصادف عيد ارتفاع الصليب، وقدام ننبسط مشاهدينا لما تتزامن الأعياد مع بعضها. من عدة أيام حل علينا عيد الأضحى المبارك، واليوم عيد الصليب اللي هو كمان رمز للتضحية، التضحية الأكبر اللي قدمها السيد المسيح من أجل البشرية، ضحى بحياته من أجلنا. والتضحية أصبحت اليوم جزء لا يتجزأ من حياتنا، وقد ما كان في بحياتنا هموم ومشاكل وأحزان وألم، بمناسبات مثل اليوم ما فينا إلا نرجع لذاتنا، ننظر لربنا بتجلي ونطلب منه أنه يرفع عنا كل المصاعب والمتاعب. وأكيد نحن بالمقابل نرتفع نحو ربنا بقلوبنا وبأفكارنا من خلال الصلاة ومن خلال كل عمل خيري بنقوم فيه. حلقة جديدة من MTV Alive، أكيد ندعيكم ترافقونا من خلالها حوالي 4 ساعات ونص من البث المباشر، مواضيع مخصصة لكل أفراد العائلة. وراح يرافقوني اليوم زملائي إلي وتينا. صباح الخير. صباح النور. ينعاد عليكم وعليك أضحى عيد الصليب، والتضحية جزء من حياتنا، وما في أكثر من اللبنانيين بيعرفوا معنى التضحية الحقيقية. مزبوط. شو أخبارك؟ أنا كتير منيحة. معظم الناس رجعوا على أشغالهم رسمياً اليوم، بفتكر في ناس كان عندها تنين ثلاثة، في ناس ما بعرف إذا في ناس عندها الأربعة، ولكن كتار منا رجعوا اليوم أكيد الكل عم يشتغل. إيه، وفي كمان معظم التلاميذ رجعوا على المدارس، فكلنا رجعنا لمسؤوليتنا ولأشغالنا. حلقتنا اليوم غنية بضيوفها وكمان بفقراتها. صح. إلي عندك عدة أشياء رح تخبرنا عنها بتكنولوجي، منهم عن المي، شيء هيك بيساعدنا نوفر مي. نوفر مي، المي اللي كمان أصبح شيء نادر عندنا بلبنان. تينا أنا وياك عندنا أخبار كثيرة يلا بنبلش فقراتنا السابتة، تفضلي لعندك. خليكم معنا مشاهدينا، حلقة غنية بانتظاركم ضمن MTV. شو اللي عم بتشعش هاي اليوم؟ شو مغيرين؟ يا الضو يا الفستان. هيدا نورك عم بيعكس علي. نشتي يا تينا، جميع عينات الشمس. عن جد ما بعرف ليه هالقد ضو. على كل ان شاء الله كل ايامكم منوره مشاهدينا، وان شاء الله اخبارنا ما تاثر عليك، مع انه اخبارنا اليوم حلوه معظمها. نبدا مع خبر محلي واكيد من عالم السياسي، الشبطيني المظلومه والنائمه للاسف، هيدي هيك صاروا يعرفوا عنها للوزيره مسكينة. وزيره المهجرين اليس شبطيني عم تتعرض للانتقادات من المتسليين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما بتحكي عن النوعية مش العدد، بالنسبة لكلامها عن وزراء المسيحيين وقدرتهم التمثيلية. ولكن ما في شك انه هي الوزيره الوحيده بهالحكومه، كمان هي صاحبه موقف بالنسبه لكل مؤيدينا، ولا يمكن التشكيك بنزاهتها ووطنيتها. بالحقيقه يمكن تينا لانها جايه من خارج نادي السياسيين التقليديين، وبتتصرف على طبيعتها وبتقول كل شيء بتفكر وبتامن فيه من دون ما تلف وتدور وتكذب، مثل ما عودونا كثار من السياسيين، هالشيء عم بيشتغل ضدها وعم تتلقى انتقادات من وراء. بالاضافه لتعليق على كلامها اللي بنسمعه تكرارا، كانت شبطيني بطلة صور تم التعليق عليها، خاصة لما بتكون ملكية على السلفون مثل ما بيعملوا كتار من السياسيين، ولكن هي للأسف دايما بتوقع ضحية الكاميرا. ونحن حصلنا على صورة حديثة لشبطيني التقطها وزير بالتأكيد، وعرفنا أنه وزير لأنه التقطت هالصورة على طاولة مجلس الوزراء، بيّنت فيها شبطيني نايمة، ووراها كمان رئيس الحكومة، نائب رئيس الحكومة سمير مقبل جاي من وراها حتى يوعيها. يمكن تكون أليس شبطيني من أنزه الوزراء تماما، مثل ما كانت من أنزه القضاة سابقا، ويمكن تكون المرأة الأكثر صدقا بين جميع الرجال بتجلس معهم على طاولة الوزراء، بس الشيء الأكيد هو أنه صاحبة المعالي بتتصرف على طبيعتها، بتأسف قول زيادة أكثر عن اللزوم، وهالأمر ما بيجوز أبدا بين أو وسط السياسيين الوحوش اللي ما تردد أبدا واحد منهم أنه يلتقط صورة لإلها بالجرم المشهود. فبليز انتبهي مدام شبطيني، نحن كثير بنحبك وما بدنا أبدا يتداولوا موضوعك بهالطريقة.
مجموعة من المشاهير سلطوا الضوء على مأساة اللاجئين بتسجيل فيديو رح نشوفه بعد شوي، وبيسلطوا يعني الضوء هنا على الأشياء اللي بياخدوها لما اللاجئين بيتركوا بلادهم. بتقود هالمجموعة الممثلة كيت بلانشيت الحاصلة على جائزة أوسكار، والمشاهير اللي باقيين معها هن كيرا نايتلي، ستانلي توتشي، تشويتل أجوفور، جيسي أيزنبرغ وكيت هارينغتون. والاشياء اللي بسموها او الاشياء اللي بقالوا انه بياخذوها معهم لما يتركوا بلادهم اشياء مثل مفاتيح البيت، العلم، اكيد البورتموني تبعهم، شهاده اداء الخدمه العسكريه، شهاده اتمام الدراسه الثانويه واشياء اخرى رح نشوفهم بهالفيديو. قالت كمان بلانشيت وهي سفيره نوايا الحسنه لدى المفوضه ببيان انه الموسيقى رح نسمعها لما عم بيقولوا هالقصيده بتعكس اكيد الاجواء اللي بيكونوا عايشين فيها هن وعم بيتركوا بيوتهم. والمناشده بتطلب من الحكومات ضمان وصول اللي لمكان آمن للعيش وتوفير لهم التعليم والعمل. رح نشوف سوا هالفيديو. Wallet. Empty. Wallet. Wallet. Money. Coins. Pennies. Torch. Whistle. Laser point. Seen more clearly out at sea. Three bags. One bag. Rucksack. Trunk. Yellow plastic bag for paper, cello tape till waterproof. And yellow cards for refugees. A national ID. Army service record. And an information booklet from the government. Diploma, electronics. Certificate from high school. Passport, if you've got one, you can take. Expensive one-way ticket. Fake. Flag. Flag. National flag. Flash drive, laptop, phone. Mobile. Phone number, phone number, phone number. SIM card. Spare one. Phone. Phone. Smartphone with Skype and FaceTime. Headphones. Charger. Charger. Overseas adapter. House keys. House keys. House keys. House key. كتير حلو. وأكيد من هنيهم على هالمبادرة. قد ايه مهم إنه النجوم اللي كلنا بنحبهم وبنعرفهم من حول العالم بيستعملوا شهرتهم وسلطتهم بالنهاية هي سلطة حتى يضووا على قضايا إنسانية جوهرية من هالنوع. فإن شاء الله يكونوا هيك وعوا شوي ضمائر العالم حول هالقضية الكبيرة. بننتقل لخبر عن أنت بتكتبي بإيدك شمال أو بإيدك اليمين؟ يمين. باليمين. العسرويين حول العالم كتار مش قد أكيد اللي بيكتبوا بإيد اليمين، ولكن 12.7% من سكان العالم هن عسرويين وإلهم مميزات خاصة فيهم. الأولى هي أنه عندهم حس فني كتير كبير، بيتوجهوا للفنون وهالشي بيخليهم يتميز بمجالات الرسم الهندسي والنحت. واللي بيأكد هالنظرية هو أنه فنانين مثل مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي هن عسرويين. كمان بيتميزوا بالرياضة، 36% من أبطال التنس المتفوقين وعددهم 42 هن عسرويين. وكمان العسرويين بيتمتعوا بسرعة أكثر من غيرهم، بيكسبوا المزيد من الأموال، هن السباقين للتوجه للاختصاصات اللي بتعمل مصاري وبيعرفوا يختاروا تماما. هن قادة بأغلب الأحيان. وخلينا نحكي عن موضوع رؤساء الأمريكيين، 4 من بين آخر 7 رؤساء لأمريكا كانوا عسرويين، نذكر منهم باراك أوباما، كلينتون، جورج بوش وهنري فورد، و4 من بين 5 مصممين لأبل ماك هن كمان عسرويين. متعددو المهام، بيقدروا يحكوا على التليفون، يحضروا تلفزيون، يكتبوا ويسمعوا موسيقى بنفس الوقت، وهيدي كتار ما بيقدروا يعملوها خاصة الرجال. بارعين بالألعاب الإلكترونية، ما بعرف كيف بيفسروا هالشي، ويمكن التركيز عندهم أكثر. وهم عباقرة، 20% من أعضاء جمعية منسى الدولية، وهن أعضاء هالجمعية هن بيتمتعوا بنسبة آي كيو أو نسبة ذكاء كتير عالية، هن عسرويين. وهون عم نحكي نسبة الذكاء عندهم بتتخطى 140. فهيدي من بعض مميزات اللي بيكتبوا بايد الشمال، فما تحسوا بالاحراج ابدا. بعض الناس بينحرجوا، مش لازم ابدا، انتم بتتميزوا بكثير اشياء. امل كبير ببنتك. وانا كمان ابني الكبير. املنا كبير باطفالنا. بيكتبوا شو ما بدهم بايديهم وبجريهم، بس تكون صحتهم منيحه، ما عندهم مشكله. هيدي كانت اخبارنا قصيره لليوم، كان في بعض اشياء حابين نخبركم اياها. ما عليكم الا تنطروا لبكره الصبح بنفس الوقت المزيد من الاخبار من حول العالم بي اب تو ديت. فينا نشوف صوره او لا؟ فينا نشوف صوره من البقاع.
هالسهل الأخضر حلو كتير حلو beautiful. هيدي كانت أخبارنا مشاهدينا تكنولوجي واللي بانتظارنا مع أخباره خليكم برفقتنا.